صباح الخير على حضراتكم. النهاردة ان شاء الله هناخد حاجة مهمة جدا من الحاجات اللي هتساعدنا في فهم اكتر الطبيعة الدينية للشعب المصري. احنا طبعا خدنا امبارح في الفيزيكال، كانت اول محاضرة معانا للناس طبعا اللي هتدخل على الاونلاين، سواء حضرت او ما حضرتش محاضرة امبارح بتاريخ 8/10. خدنا النص من النصوص الأدبية الخاصة. في حد معايا؟ حبيبة عبد العزيز، صباح الخير يا دكتور، عاملة ايه؟ الحمد لله. انت مش حاضرة محاضرة ولا انت جوه المحاضرة؟ لا انا عندي شغل النهارده ما رضتش. اوكي تمام. طيب احنا انت ما جيتيش امبارح طبعا. طيب احنا كنا بنتكلم لسه، قفلي مايكك بقى، يا ريت تتواصلي مع زملائك. احنا امبارح خدنا نص من النصوص الادبيه وبنسميها ديداكتيك ليتريتشر. ديداكتيك ليتريتشر يعني ادب المواعظ او ادب الحكم. ده خدنا فقره كده من نص وتعليم بتاع حطب لابنه، وبتاع حطب طبعا قلنا ان هو كان وزير عايش في الاسره الخامسه، والراجل لما بدا يكبر ويحس انه عجز وايامه قربت يعني، فقال ان انا ايه بقى ادي نصيحه لابني كده قبل ما اموت يعني. فيعني خدنا جزء، الجزء كان لطيف جدا للناس اللي حضرت، الناس اللي ما حضرتش هو خاص بنصيحة يعني بتتوجه من الأب لابنه. معرفش الورقة كده باينة ولا لأ، بس نشوف اهي كده. من الأب لابنه في كيفية انه يقي نفسه من انه يفعل الشر، فيلجأ للجواز ويبتدي يعني يتعامل مع زوجته ازاي، وحط شروط وحط مبادئ لهذا او لهذه الزيجة عشان تنجح. انك انت لازم عشان تنجح في حياتك الزوجية تحب زوجتك وهكذا، وتفاصيل كتير، وان نتيجة هذا الحب او هذا العطاء اللي انت بتديه لك كرجل هي هتصبح ليك يعني ايه ملجأ او ارض خصبة، يعني لي يعني ست مثمرة. يعني ايه مثمرة؟ يعني هتقدم لك كل شيء جيد. يعني النهاردة هناخد حاجة مختلفة شوية، أنا قلت أغير شوية. إحنا دايما نتكلم، أنت شايفة الورقة دي يا حبيبة قدامك ولا لأ؟ حبيبة؟ يا حبيبة أنا عايزة أتأكد بس إن الورقة معروضة ولا لأ؟ يا حبيبة نشوف كده تاني. طيب احنا في سنة تانية، السنة اللي فاتت انتوا خدتوا مع دكتورة هناء حاجة خاصة بالدين والعقيدة عند المصري القديم، وقلنا ان العقيدة او
الفكر العقائدي أو الديني دايما كان مرتبط بفكرة الملك، وإن هو مؤله فكرة الملك المؤله، الملك اللي هو محور النظر من شعبه، فكان أي ملك يجي يقعد على العرش كان لازم يتأكد على فكرة السلطان، السلطان الأرضي والسلطان اللي بياخده منحة وهبة إلهية وبتكليف من الإله. عشان كده دايما فكرة السياسة والدين كانت دايما يعني two parallel lines عند المصري القديم، ما اقدرش افصل السياسة، ما اقدرش افصل الدين، ما اقدرش افصلهم عن بعض، الاتنين ماشيين مع بعض، الاتنين متوازيين بيأدوا لشيء وتارجت محدد. طيب كل الحاجات كانت بتستغل لخدمة هذا التارجت، يعني أنا ما أقدرش أعمله إلا في إطار إنه يخدم هذا الهدف. طيب الملك عشان يعتلي، إحنا خدنا 5 ألقاب، إحنا طبعا المفروض إن إحنا ناخدهم ومقررين علينا، لكن أنا حابة إني أنا آخد جانب من الصفات أو الإبيثيتس، الصفات أو النعوت، بتأكد على فكرة الألوهية أو العلاقة بين الملك والإله، بتبقى حاجة صريحة يعني، ودي هنلاقيها على معظم التماثيل الملكية أو في النصوص لما يجي يقصد الملك أو يتكلم أو يجيب سيرة الملك بحاجة يقول الكلام ده أو يقول النعوت دي أو الصفات دي. واحد من أهم الصفات المهمة جدا واللي هنلاقيها كتير على التماثيل يا أولاد، هذا المصطلح أو هذه الصفة اللي هي نتر نفر. نتر نفر، نتر نفر يعني the good God، الإله الصالح، أو the perfect God، أو الإله الكامل. يبقى perfect أو good، يبقى أنا ممكن أعمل كده بين قوسين، تكتب ليه هو تقريبا في مشكلة في الكيبورد يا ولاد، لكن مش مشكلة، انتوا ممكن نكتبها مع بعض في الاورال كده وانتوا بتسمعوني. يبقى the perfect God or the good God. good God يعني الاله الصالح او الطيب، the perfect الكمال، نتر اللي هي الاله. طبعا ليه انا الملك يتقال له the good God the perfect God؟ هو انت اله صالح وانت اله كامل. ما انا لما جلست على العرش اصبحت ايه، احمل الصفة الالهية، فبالتالي بصفتي اله وامتلك الملك الارضي انا هكون صالح ليكم، هدي وهدي بسخاء وهعطي وهعطي بسخاء، وامتلك في ذات الوقت الصفة اللي هي خاصة بالكمال، لان الاله اله كامل، اله
يحمل كل الصفات الإيجابية، كل البوزيتيفز، تمام؟ فبالتالي لما الملك يقول على نفسه the good God أو the perfect God أو نتر نفر، هي شيء يعني يطمئن الشعب أو رسالة خفية منه للشعب إنه صالح، إنه كامل، إنه يستحق إنه يجلس على العرش، وفي نفس الوقت إيه، أنا بطمئن شعبي بهذا أو بهذه الصفة. صفة من الصفات اللي هنلاقيها كتيرة موجودة على التماثيل يا جماعة، وكل الملوك بياخدوها، نبطوي سيد الأرضين. مين هو سيد الأرضين؟ الملك. دي بتوازي بالظبط the king lord of two lands. طب هو ينفع الصفة دي تروح لأي حد تاني، يعني موظف كبير أو مثلا حاكم إقليم؟ لا لا، الذي يسود على الأرضين اللي هي مملكة الشمال ومملكة الجنوب هو مين؟ الملك. السيادة كلها رايحة لمين؟ للملك. يبقى أنا النهاردة ما أقدرش أحط الصفة دي أدام هي ملاصقة الصفة الملكية، ما حدش ياخدها تاني غير الملك، تمام؟ عشان كده هنلاقي يعني أنا هقود معاكم النهاردة في بعض النعوت الملكية المرتبطة بالإله وتأكيد السلطان الإلهي للملك. طبعا إحنا يعني دايما بنسمعها في التاريخ أو بتاخدها أنت مثلا في الفن، لكن لما تيجي تأكدها بقى لغويا من خلال مجموعة ألقاب وصفات ونعوت بنلاقيها منقوشة مع الملك أو في النص متضمنة اسم الملك، يبقى أنا هنا بأكد على هذه الصفة كتابيا إن هو ملك يحمل الصفة الإلهية والسلطان الإلهي على الأرض، تمام؟ تمام. من حاجات المهمة جدا عنخ جت دي هنلاقيها، خلي بالكم اللي انا بديه لكم ده هتلاقوه على التماثيل عشان الناس اللي هتبتدي تشتغل في البروجكت ده هتلاقوه على التماثيل يا جماعة. النصوص دي شوف انا جايبه لك اهو حاجة انت مش هتتعب فيها، انت هتبص على التمثال هتلاقي ان الكلام ده مكتوب بالفعل، وهتلقط لك كام كلمة او الخرطوش تقراه، اديك عملت النص بتاعك وعرفت تقراه وعرفت تظبطه. هل هناخد خراطيش؟ طبعا علينا السنة دي هنقرأ اسامي الملوك، وانا النهاردة هبتدي في قراية بعض الخراطيش لبعض الملوك ان شاء الله عشان نعرف ازاي نقرأ الاسامي الملكية. عنخ جت ليفينج انجويلي يعني ايه؟ يعني يعيش للابد، يعيش للابد. طيب هو هيعيش للابد؟ مش بيحمل الصفه الالهيه؟ يبقى هيعيش للأبد ولا مش هيعيش؟ هيعيش. طيب دي عنخ given life المعطي الحياة، بما اني انا امتلك الصفة الإلهية فانا اقدر امنح الحياة، وكمان اني انا بنلاقي الملك في بعض المناظر يا ولاد، في بعض المناظر هنلاقي ان الملك لما بيجي يتم تتويجه مثلا يتم تتويجه من قبل الآلهة، او ان هو يتطهر قبل التتويج من قبل الآلهة وينزل المية
اللي بيتوجوا اللي هو بيتطهر بيها من قبل الآلهة دي في صورة، في صورة ايه؟ علامات العنخ، في صورة الحياة، كأن الآلهة بتطهره بمية الحياة أو بتمنحه حياة إلهية، أو إنها بتكتسب بتديله إنه يكتسب الصفة الإلهية من خلال هذا التطهير وهذا المنح الإلهي. يبقى أنا باخد حياة من الآلهة بس حياة إلهية، وأنا بصفتي إن أنا خدت من الآلهة وأنا بسلطاني الإلهي اللي أنا بهذا السلطان قعدت على العرش، أقدر أمنحه لمين؟ للشعب. فاهمين؟ هي علاقة تبادلية. أنا ملك، عشان أجلس على العرش لازم أحمل الصفة الإلهية والدم الملكي البيور. طب تمام، علشان آخد هذا المنح الإلهي لازم يتوفر فيها شروط. توفرت الشروط، بعدين أنا بأمنح بقى، بأمنح يعني كده زي ما أنت حضرتك، أديها لكم بمثال. باباك عنده شركة، صاحب شركة، حضرتك الشركة دي بتاعت باباك، رحتها فحضرتك بقى إيه، بتروح تتعامل مع الناس، فالناس هنا بتيجي تحترم حضرتك على أساس إيه؟ ابن صاحب الشركة، يبقى انت ليك سلطان زي والدك بالظبط، انت خدت هذا السلطان من باباك. لما بتيجي مثلا خلاص انت كبرت وهتقعد مع باباك على الكرسي وتدير هذه المنشأة او هذه الشركة، من واجب الناس يحترموك ولا لا؟ هيحترموك. ليه؟ لانك انت منحت السلطة من خلال مين؟ من خلال باباك، فبالتالي تقدر تحكم، تمنح، تمنع، تدي، تزود، تنقص، ده من خلال هذا السلطان اللي انت واخده من قبل مين؟ من قبل ابوك. فبالتالي الملك بصفته ابن للآلهة وبصفته الصفة الإلهية اللي واخدها، تمام، يقدر يمنح ويقدر يعطي من خلال السلطة الإلهية اللي واخدها الحياة. ده معنى عنخ جت، يعني given life. دي عن خجت يعني المعطى للحياة للأبد، دي عن خجت يعني أنا بديك أو بمنحك الحياة للأبد أو الممنوح الحياة للإيه؟ للأبد. طيب إحنا عندنا حاجة مهمة جداً، انا عندي هنا حاجتين مهمين يا ولاد جايه لي، هنيجي نتكلم عنهم دول، بس قبل ما انا اتنقل لدول هبص على دي. ميرع، ميرع يعني ايه؟ لايك رع، يعني زي رع بالظبط. ميرع هو يعني ايه ده؟ بص، ما هي نفس الفكره اللي انا قلتها لك، انا باخد منح الهي، أصبح مساوي للإله، فبقى أي ملك يجلس على عرش مصر هو واخد سلطة إلهية، ها، ويبقى يصبح مين؟ زي الآلهة. عشان كده لما أقول إن الملك زي الشمس، ها، يبقى أنا هنا بقى إيه؟ أنا سويته بالمين؟ بالإله. يبقى ميرا لايكرا
زي رع، هو بالظبط هو زي رع. يبقى هو واخد كده هنا ايه؟ مساوي للصفة الإلهية. برافو عليكم. طيب هنا بقى دي هنلاقيها كتير جدا يا ولاد، اللي هي جت ارنحح. يعني ايه جت ارنحح؟ الاتنين بمعنى الأبدية، جت ونحح. طب ايه ده؟ يعني ايه الفرق؟ هو عايز يأكد أبدية أبدية ولا أبدية ولا نهائية؟ ما هي الاتنين معناهم واحد، هو ليه بيقرفنا كده؟ فكروا فيها كده، ايه الفرق ما بين الاتنين؟ طبعا هتقولوا لي مش عارفين، بديك برضو دقيقة عشان يمكن تفكر معايا وتوصل للإجابة. جت إر نحح، جت إر نحح، الفرق ما بينهم ما دي أبدية ودي أبدية. طب هو ليه جاب الكلمتين مختلفين كده؟ غريبة مش كده؟ طيب هنا جت تعني الأبدية الأرضية، نحح تعني الأبدية السمائية. يبقى أنا بالسلطان الإلهي هنا لما قاله عنخ جت هيعيش للأبد، هنا يقصد بيها لما بنيجي ندعي لبعضينا كده يقول لك ايه؟ طولت العمر ليك. طب ما انت مهما طالت عمرك هتوصل لايه؟ فهنا المنح الالهي اللي بيديه الاله او الالهة للملك، هنا دي صيغة زي صيغة دعوة كده، ها؟ والصيغ دي خلي بالنا ان هي ملاصقة للملوك، يعني انا ما بقولش الكلام ده غير للملك. طب مرات الملك لا، طب ابن ولا لا، ما فيش الكلام ده. طب الشعب يغور في داهية، مش مهم مين اللي يعمل ده، ده الملك بس هو اللي ليه السلطان اللي ياخد هذه الصفات. ليه؟ لان هو واخد منح الهي، هو مساوي للآلهة. ميرع زي رع زي الشمس، فبالتالي ما اقدرش اقول الكلام ده غير للملك، هو اللي هيعيش للابد على الارض وابدية ايه؟ سمائية. يبقى جت نحح هو ابدية ارضية، ابدية ما بعد الموت اللي هي النحح. يبقى عشان بس تبقوا فاهمين الفرق، يبقى هو هنا الكلمتين بتعني أبدية ولكن إحداهما أرضية والأخرى سمائية. مهم جدا إن أنتوا تبقوا عارفين هذا الكلام. من الحاجات بقى المهمة جدا الصيغة دي، ودي بتتكتب باختصار بالشكل اللي احنا شايفينه ده، عنخ وجا سنب، عن وجا سنب. يعني ايه؟ يعني he might have life, prosperity and health. عارفين في فيلم كده يا ولاد بتاع فؤاد المهندس وفريد شوقي، كان يطلع يقول له ايه؟ طويل العمر ويطول عمره ويزهزه عصره وينصره على مين يا عديم.
طبعا هتقولوا لي في الاخر، انتوا هتردوا عليا دلوقتي وانا مش سامعاكوا، وبتخيل ان انتوا حاضرين، ها واخدين بالكم ايه؟ هاي طبعا هذه الصيغه هي شبه الصيغه اللي قالها فؤاد المهندس لفريد شوقي. ليه بقى؟ لان عنخ تعني الحياه، يبقى انا بديلك الحياه يا رب ايه تعيش. وهنا العنخ هنا معنى شامل، معنى شامل، يعني العنخ هنا اقصد بيها سواء بقى جوه بره، المهم هو هيعيش، يعني هيعيش. تمام. طيب وجا، وجا يعني بروسبريتي، رخاء. اللي هي بقى ايه بيقولها ايه؟ يزحزح عصره. يعني ايه رخاء؟ يعني يبقى فيه ازدهار، في مفيش جوع، مفيش فقر، عصره مزدهر، في انشطة كتير بتحصل، الشعب مبسوط وهو باسط شعبه. ده اللي هو ايه؟ الوجاء. سنب هنا يعني health، صحة. لو انت يعني طلبت من اي حد يعني يسألك على دعوة مثلا، او تقول له بتتمنى ايه في الدنيا، لو سألت بابا وماما يقول لك يا عم احنا مش عايزين غير ايه؟ الستر والصحة. الستر هنا يقصد بيها ايه؟ انه يبقى مستور، ما يبقاش مدد ايده، ما يشحتش، ما يبقى يعني الدخل اللي بيدخله يقدر يكفيه، يكفي اولاده، يعمل يعني مش جعان، يقدر اي متطلبات للاولاد يلبيها. فده الستر، ان انت ما تمدش ايدك. والصحه، لان انت لو معاك المال وما فيش صحه يبقى زيرو، يعني ما خدش حاجه. يبقى في ناس كتير تقول لك لا يا عم انا امتلك الفلوس ومش مهم الصحه. لا يا حبيبي، انت الصحه دي انت ممكن تمتلك مليارات دولارات وتبقى مش قادر حتى تشرب كوبايه الميه، مش قادر تاكل جبنه بفول، جبنه وفول، ولا لقمه عيش بفول، ما تقدرش، ممكن تموت فيها. فالصحة دي شيء مهم جدا، والمصري من زمان أدرك إن الحياة مرتبطة بحاجتين، إنك تبقى ازدهار يعني حياة مزدهرة، وكمان يبقى فيها صحة. طب الصيغة دي بقى مين بنقولها له؟ الملك برضو، كله الملك برضو. وجاه احنا كده، هي بتتكتب لما بتيجي تشوفها على التماثيل او المناظر بتبقى مكتوبة بالشكل ده، لكن ده الايه التركيبة الكاملة بتاعت الكلمة. عنخ life، وجا prosperity رخاء او ازدهار، سنب يعني صحة. فاكرين خدنا السنة اللي فاتت في الارشاد التطبيقي تمثال سنب اللي هو القزم؟ طبعا برغم انه في تشوهات جسديه عند سنب، لكن اتسمى سنب يعني صحيح بدنيا. هو برغم ان التركيبه الجسمانيه مش مظبوطه، ولكن كان اسمه يعني صحيح، صحيح جسمانيا. فده يعني عشان اقرب لكم فكره ايه سنب دي، يعني ايه؟ يعني صحه. تمام. دي صيغة بتتقال للملك بس، تفتكروها بايه؟ بفيلم بتاع فؤاد المهندس اللي هو ايه؟ طويل العمر. تمام. انا هاخد العمر، لكن هاخد العمر طول عمرك، وبعدين يعني طول عمري ايه؟ كمل يعني، كمل ايه؟ ان انا ايه؟ ابقى عايش في ازدهار. طيب وبس؟ لا، كمان تبقى مبسوط صحيا، يعني انت كويس صحيا. فده الصيغة اللي بتتقال للملوك كلهم، الملوك بس، الملوك بس. يبقى عنخ وجا سنب يعني health، life، prosperity and health.
In many cases, names of high officials were followed by this formula as a sign of their power. في بعض الحالات، ودي مش كتير يا جماعة، بص بقى، يعني بصوا حضرتك، أنا يعني أنت بتقولي ملوك ملوك بس، أنا ما كملناش الجملة. This mainly happened during the first intermediate period and middle kingdom. حبيبي حبيبتي، احنا قلنا الصيغة دي بتتقال الملوك، ولكن في بعض الأحيان خدها الموظفين الكبار أثناء إيه؟ لك احتمال ده يكون إمتى؟ في عصر الانتقال الأول، عصر ضعف، عصر كان مصر واقعة، مصر فيها شخصية الملك ضايعة، مين اللي بيحكم؟ المحافظين اللي هم حكام الأقاليم، فبالتالي كل واحد شايف نفسه ايه مهم. انت النهاردة اديك مثال، لو مفيش ضبط وربط جوه بيتك هتعمل على مزاجك، لو بابا مش واقف لك بالمرصاد حضرتك هتدخلي له البيت الساعة 12 واحدة، لو بابا مش واقف لك بالمرصاد هتروح تشرب سجاير وتشرب بلاوي تانية، مش هتروح كليتك، مش هتيجي في البيت في مواعيد زي ما بابا طالب. فبالتالي لما بتضعف شخصية الملك ايه اللي بيحصل؟ اعمل اللي انا عايزه بقى، اخد هذه الالقاب وابتدي ايه احطها ليا. ده اللي حصل في عصر الانتقال الاول وعصر الدولة الوسطى. And it became a preferred formula to be used in correspondences during the New Kingdom, and it follows the preposition M to give the meaning with life, prosperity, and health. في الدولة الحديثة بقت الصيغة دي محببة جدا للملوك في الدولة الحديثة، وكانت دايما بتسبقها حرف الام، يعني بالعيشة او بالعمر والرخاء والايه والصحة، زي كده ايه بألف هنا وشفاء، بألف صحة، بألف رخاء، بألف ازدهار، بطول العمر. يعني الصيغة كان بيسبقها ايه preposition ام، يعني بمعنى بي او في صحة ورخاء وازدهار. مهم الجزء ده جدا عشان تبقوا عارفين بداية ان الناس خدتها امتى. يعني في بعض بقى names of the most famous Egyptian kings، انه انا وقتكم النهاردة هناخد شوية خراطيج بقى نبتدي نشوف، يعني مثلا ده خرطوش مين؟ سينفرو. سينفرو يعني ايه؟ سينفرو يعني who beautifies me، الذي يجملني. احنا خدنا امبارح في النص بتاع حوتب لما قال لها، قال ابنه سويئب، سويئب اس فرح قلبها. قلنا هي اصل الكلمة او ايب يعني فرحة القلب. طب هو عايز يقوله انت اللي تبقى السبب ده، يعني قلبها ما يفرحش بالفستان والتيير ولا بابوها وامها ولا بعيالها، انت فين؟ انت فين؟ انت اللي تبقى سبب. فهنا نفر يعني الجمال او الكمال، وهنا مكتوبة باختصرة وي اللي هو انا. طب مين اللي هيجملني؟ هنا الفاعل هنا مش موجود يا جماعة، هنا الفاعل مش موجود، مستتر. معنى الاسم سينفروي اللي هو مين؟ سينفرو. طب مين هو سينفرو ده؟ اللي هو مين يعني معناه ايه؟ هو بيتيفايز مي، الذي يجملني. مين الذي يجملني بقى؟ هو الاله.
أنا اسمي الذي يجملني، مين هو الإله اللي بيدي الجمال والكمال؟ آمين، الإله. عشان كده هنلاقي بعض كتير من أسامي الملوك يا ولاد معظمها إن ما كانش كلها كلها صفات إلهية وتأكيد على الصفة الإلهية أو علاقة الملك بالإله أو علاقة الملك كدوره كدور إلهي مع شعبه. طيب لكن أنا لغاية دلوقتي هنا، أنا بأكد على الصلة أو الرابط الإلهي بين الملك وبين الإله. زي اسم سنفرو، هي في الأصل بتتقري إيه؟ سنفروي. سنفروي اللي هو إيه؟ هو بيوتيفايز مي، الذي يجملني. طب خوفو، هو اسمه خوفو؟ لأ، خوفو الأصل بتاع الاسم خوي اف وي، خوي خوي اف وي، يعني هو بروتكتس مي، خوي يعني الحامي. طب هو بروتكتس مي، اللي بيحميني، اللي بيحميني. طب مين اللي هيحميك؟ مين؟ الاله. هو اللي بيجملني، هو اللي بيحميني. شوفوا صفه الهيه اهي، رابط الهي ما بين الملك والاله. طيب خا، احنا لغايه دلوقتي بنقرا كده بالترتيب، سنفروي، خوفو، خوفو اللي هو خوي افوي، خوي افوي، او احيانا في اقتراح تاني للاسم خنم، خوي افوي، خنم هو اللي بيحميني. تمام، مش عارفه الكيبورد فيها مشكله، مش عارفه اكتب اساسا، ممكن بكتبها لكم مع البورد في الايه في المحاضره الفيزيكال ان شاء الله. في اسم تاني بقى اللي هو بنقرا الخرطوش 2 3 1، 2 3 1، خ اف رع. بقرا العلامه اللي في النص الاول وبعدين ارجع لاخر علامه اللي هو رقم 3 وبعدين ارجع لواحد، 2 3 1. طبعا اي اسامي الالهه لازم تتكتب في الاول، حتى لو مش هقراها في الاول لازم تتكتب في الاول. عندكم في اللغه العربيه يتقال ايه؟ التقديم للتعظيم، يعني تقديم لفظ الجلاله للتعظيم. نفس الشيء عند المصري القديم، كان احتراما للصفه الالهيه او الاسم الالهي كان يجي في الاول في الكتابه، لكن في القرايه اقراها مظبوط. خا افرع، خا يعني يشرق، اف هو يشرق، ها رع هو بيشرق زي رع، shines like رع، المشرق زي رع. هو الملك هنا بياخد صفة إلهية طبعا، مش هون مساوي للآلهة، هو بيشرق زي رع أو رع المشرق، ترجموها زي ما انتوا عايزين، دي زي دي. عايزه اكد الصفه الالهيه على الدور الالهي للملك اقول انه بيشرق زي رع. عايز هنا ااكد ان رع هو اللي بيشرق اقول رع هو اللي بيشرق، بس كده سهله بسيطه. لكن الاثنين واحد ليه؟ لان هنا الملك مساوي للاله. تمام، طيب نكمل. من
كورا. من هنا الثبات، ثابته باقيه، قو ارواح، روح يعني قا الارواح، قو من كورا. may the cause of ra remain، يا ليت ارواح را باقيه، يعني روح را تبقى مستمرة أو باقية. دي زي دعوة كده. وبرضو بأكد هنا على الصفة الإلهية لتعدد الأرواح عند را. طبعا في العقيدة المصرية القديمة يا ولاد كان في تعدد للروح بتاع را، ويمكن احنا عندنا فكرة ان موضوع ان القطة ليها ثلاث ارواح ومش عارفة ايه والكلام ده، ده موجود اساسا في العقيدة المصرية، ان روح را متعددة، يعني في تعدد في الارواح بتاعت را. وهنا بتيجي بمعنى يعني تثبت ارواح را، او ده معنى الاسم، لان را كان له ارواح كثيرة مش هنخوض فيها طبعا، تمام. لكن من ضمن الحاجات اللي كانت ملتصقة برا ان را كان ذو ارواح متعددة، تمام. طيب من ضمن الحاجات اللي عندي ومش مفهوم معناها هو بيبي. بيبي احنا يعني بيتكتب بس احنا مش فاهمين لغاية دلوقتي، هل ده كان اختصار؟ هل ده كان الاسم؟ يعني احنا مش عارفين حقيقة. ف يعني اديكم مثال لطيف جدا، ان احنا عندنا ملك من ضمن الملوك اسمه، هتستغربوا من الاسم ويمكن تقعدوا تضحكوا بس ده الحقيقة فعلا، يعني الملك، وهو يعني المشكلة ان هذا الاسم متواجد وما ظهرش كتير، بس يعني كان يخص ملك من الأسرة الأولى. كان الاختصار بتاعه بيتكتب سمسم. هتقولوا لي الملك سمسم؟ بس هي دي الحقيقة فعلا، يعني الملك سمسم ده، ودي كانت طريقة في طرق الكتابة لهذا الملك من الأسرة الأولى. كان الاختصار بتاعه بيتكتب بنفس المسمى اللي انا بقول لحضرتك عليه، اللي هو ايه؟ سم سم. طبعا انا عايزاكم اديكم كده يعني ايه، يعني تدوروا وتقولوا لي يا ترى اسم الملك مين اللي كان اختصاره سم سم ده، عشان نشوف ايه انتوا عارفين ولا مش عارفين، يعني عارفين اسامي ملوك الاسرة الاولى ولا لا. طبعا الملك هما كان يعني من ضمن كتاباته قلنا سمسم، ومن ضمن كتاباته برضو كان بيتكتب سيميسو. سيميسو
يبقى كان بيتكتب بطريقتين دلعوا يعني، سم سم او سيمي سو. لكن هو في الاصل اسمه ايه؟ سمر خت، سمر خت. والمسميات دي ظهرت في قائمة أبيدوس. وكان الملك سمر خد ده يعني يعتبر يعني مش يعني مش مشهور قوي، ولكن يعني وجد ليه مقبرة في أبيدوس، أبيدوس اللي هي سوهاج. ويقال انه احتفل بعيد الحبست، وجي برضو في ذكره في من ضمن الحاجات اللي اتذكرت كأسامي ملوك في حجر باليرمو. وذكروا قلنا المؤرخ مانيتون ذكر هذا الملك، وهو من الملوك قلنا من الأسرة الأولى اللي هو ايه؟ سمر خت. وقلنا احيانا بيتكتب سيمي سو او سم سم بالطريقه بتاعت سم سم، اللي انا اس ام اس ام اللي هي الفولدد كلوز والبومه، والفولدد كلوز والبومه. يعني ده من ضمن الاسامي، وهو الحاجه بس لا يعني بس ده ايه بقى؟ ده اختصار، ده اختصار للاسم. لكن احنا بيبي احنا مش عارفين المعنى الاسم ايه، او هل هو مختصر عن اسم كبير. لكن لم يتوصل حتى الان الى معنى اسم بيبي او الاصل بتاع اسم بيبي. احيانا برضو الملك سمر خد بيتكتب بشكل ملكي، لابس الزي الملكي وماسك صولجان الوص. احيانا بيتكتب اسمه كده داخل خرطوشة، تمام. لكن واحد من ضمن الاسامي اللي احنا بنبقى عارفينها من ضمن اسامي اللي هو ايه؟ سمسم ده اللي هو ايه؟ اللي هو مين؟ الملك سمر خت، وهو من الاسرة الاولى. يكتب احيانا سمسم او احيانا سيميسو، كأنه ايه؟ بيدلع الملك يعني. طبعا دي معلومة حضراتكم بتسمعوها لأول مرة، اعتقد بتسمعوها من حد يعني، لكن يعني دايما لازم نشوف ايه الجديد ونقوله لكم يعني. من يبقى احنا عرفنا ان بيبي هنا مش مفهوم معناه يعني، احنا بص عطينا علامة استفهام لان محدش عارف معنى الاسم ايه. من ضمن الأسامي برضو منثو، منثو حتب، منثو حتب. مين منثو حتب؟ منثو ده هو إله، منثو هو إله، إله حرب، إله مقاتل. و تم توحيد مصر للمرة الثانية تحت رايته، تحت عهده، واخدين بال حضراتكم. ويعني تسمى به ملوك بعض من ملوك الأسرة 11 منتو، لأنه تم توحيد مصر تحت رايته. منتو حتب، حتب هنا بمعنى الرضا او الراضي، يعني هو راضي. منتو is satisfied، الاله منتو راضي او مرضي، تمام. طيب إيمن إم حات، إيمن إم حات برضو دي ملوك من الأسرة ال 12. وطبعا أمون بقى بدأ يبقى برضو من ضمن الآلهة الرسمية في الدولة، وبدأ يبقى الملوك بقى بيتسموا بأسانيه، وبقى يعني رب من الأرباب الرئيسية في الدولة. وعشان كده كتير من الملوك بدأوا في الأسرة 12 يتسموا
على اسم أمون، إيمن يعني أمون، إم حاط في المقدمة، إيمن is in front. إيمن إم حاط. طب دولة احنا عندنا امنمحات الاول والتاني والتالت في الاسرة 12. طب انا عندي في سونوسيرت الاول والتاني والتالت الاسرة 12 برضو، يعني بقى سونوسيرت بقى، بصوا بقى اس هنقرا 2 3 1 كل ده، بصوا مكتوب بالترتيب، لكن هنا بقى مكتوب 2 3 1 اس ان وسرت سنين وسرت اسن وسرت اسن وسرت، يعني هنا اس يعني المقصود بها رجل او تابع، اس ان تابع او رجل بتاع مين بقى؟ وسرت. مين وسرت دي؟ جادس وسرت، الالهه وسرت. ايه ده احنا اول مره نسمعها. وسرت دي عامله بالظبط زي ايه؟ الالهه سخمت بالظبط، بتاخد نفس الهيئه انثى الاسد، وهنا بمعنى القوية، وسرت يعني القوية. يبقى اسن وسرت مش اسمه سونسرت، اسن وسرت يعني تابع او رجل الالهة وسرت، يعني الملك هنا كأنه بالظبط ايه؟ الرجل بتاعها او التابع بتاعها، فيلو اوف جادس وسرت. احنا دايما نقول احمس، وانتشرت السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها لما حد يعترض يقول احمس، يعني انت احمس يعني ايه يا حبيبي؟ يعني ايه احمس؟ احمس ادي يعحمس، يعحمس هو ده الاسم، يعحمس. يعح اللي هو ايه؟ القمر. طب مس مولود، son of the moon، مولود القمر، مولود القمر. طيب مين من اشهر الالهة المرتبطة بالقمر؟ كان الاله خنسو والاله جحوتي، فهو هنا مولود القمر، هو هنا برضو بياخد الصفة لايه؟ الالهية. ركزوا كده هنلاقي ان كل الاسامي الملكية لها معنى ورابط الهي، معنى ورابط ايه؟ الهي. يبقى أحمس اللي هو إيه؟ يعحمس son of the moon. يعني ابن القمر أو مولود القمر. إيمن حتب، هتقولي إيه بقى؟ سهلة دي جدا، خلاص أي أمن حطب هي زي أمنم، زي منت حطب، مونتو راضي، امون راضي. انا شلت مونتو حطيت امون، مونتو كان في الاسره 11 شلته حطيته في الاسره 18 امون او ايمن، وبقى امون راضي. سهله جدا. امن از ساتيسفايد. طب انا دايما بسمع اسم تحتمس تحتمس تحتمس، جحوتي مس، مش احنا قلنا يا احمس جحوتي مس born of god توت، مولود الاله جحوتي، خلاص born of او son of الاثنين ايه؟ واحد، الاثنين واحد، يا مولود يا born of يا son of، تمام. يبقى انا شلت ايه؟ اح حطيت ايه؟ جحوتي، والاثنين معناهم ايه؟ معناهم مولود مين؟ يا القمر يا جحودي. خلي بالنا قلنا جحودي برضو من ضمن الالهه المرتبطه بالقمر. حتشبسوت كل ده اسمها بس هي ايمن هنلاقيه مكتوب في الاول، وبعدين هنا
دي بتتقري غنمت، هي علامة بس بتتقري غنمت. غنمت إيمن حاط، من أول هنا، من أول الوش بتاع الأسد ده حاط، ودي علامة اسمها شبسوت، دايما هلاقيها شبس شبس أو شبسوت، أي أقراها شبسوت، حاط شبسوت، أي بالكامل شبسوت، لأن دي جمع مؤنث شبسوت، لو هي مذكر تبقى شبسو. طيب لكن هنا ست مؤنثة، هي حتشبسوت دي ست مؤنثة. حاط قلنا يعني في المقدمة، في المقدمة بتيجي بمعنى فورموست أو إن فرونت. طيب طب أمال إيه غنمت دي؟ غنمت هنا بصوا بقى الجمال والحلاوة، غنمت يعني يونايتد، يونايتد أو جويند، المتحدة أو المتصلة، يونايتد المتحدة أو المتصلة بمين؟ with إيمن، with أمون، مع أمون. واحد يقول لي طب ليه يعني؟ طبعا خلي بالكم الاكس دي مش صح، هي الاتش وتحتيها شرطة، غنمت، غنمت إيمن، حاتشبسوت، حاتشبسوت نوبل، the foremost of noble ladies، noble ladies يعني شبسوت، النبيلات، المتقدمة في النبيلات، المتقدمة في النبيلات. النوبل ده بقى يعني دي صفة، هي بقى ايه اللي بتتقدمهم كله، تمام؟ يبقى هي المتحدة بأمون، او في ناس كتير بتقول مثلا صديقة أمون، لكن هي الاتحاد بأمون، تمام؟ مالها؟ المتقدمة في النبيلات، foremost of noble ladies، المتحدة أو المتقدمة على الأميرات أو النبيلات. طب ليه حتشبسوت الوجع القلب ده؟ ليه؟ يعني ليه غنمة إيمن حتشبسوت؟ إيه ده؟ خلي بالنا احنا عندنا، بس عشان تبقوا فاهمين حاجة مهمة، انا عندي اللي بيتكتب على تماثيل حتشبسوت في الاغلب مش ده، الاغلب بيتكتب الاسم بتاع التاني اللي هو التتويج بتاعها، اللي هو ايه؟ ماعت كارع، ماعت كارع اللي هي ايه؟ العدالة، هي روح را، يعني عايزة تدي رسالة لشعبها ان انا قعدت واني انا هاقر العدالة والحق بمين؟ بروح را او باسم الاله را. طيب امال ده ايه؟ ده الاسم بقى اللي هي كان الاسم الميلاد او الاسم الشخصي بتاعها، اللي هو ايه؟ غنمة ايمن، غنمة ايمن يعني المتحدة بيه. هي مش قالت في الولادة الالهية ان هي بنت الاله امون؟ طب بنت الاله امون هتبقى متحده بامون ولا لا؟ هتبقى متحده طبعا. طب غنمت ايمن يعني المتحده بامون، وحاتشبسوت يعني المتقدمه، انا اولهم كلهم، انا الالفه بتاعتهم، زي كده لما بنقول مين الاول على الدفعه، مين الاول اللي تاخد رايه، يعني مين الاشطر الشاطرين، مين اهم واحد، هي بتقول لك انا اهم واحده، حاتشبسوت انا الفورموست اوف نوبل ليديز، انا المتقدمه في الاميرات كلهم. كل الاسامي ليها معاني. اتنين تلاتة واحد، اخ ان ايتن، احنا خدنا كلمه اخ امبارح، اخ يعني جيد او صالح، لما قلنا ان هي هتبقى اخت اخت بو اخ اس، هتبقى ايه؟ ان باس اللي هي هتبقى ارض صالحه لسيدها، امبارح في النص. يبقى اخ هنا يعني ايه؟ اخ هنا بتيجي بمعنى
الإخلاص المفيد، أو أحيانا الناس تترجمها living spirit، يعني الروح الحية. والروح الحية يعني يقصد بيها الضمير، روحك حية مش نايمة. أو the useful of أتون، المفيد لأتون أو المخلص لأتون، the sensor of أتون، the living spirit of أتون، المخلص الروح الحية أو المفيد لأتون. آخ إن إيتن، إيتن هنا مين؟ قرص الشمس اللي هو الشمس نفسه. ليه؟ لأن أخناتون لما دعا بالديانة أو بالعقيدة الجديدة قالك أنا الرسول بتاعه، أنا اللي هتكلم باسمه، وعيلتي تعتبر كلها رسل لهذا الإله. عشان كده هتاخدوها السنة دي في الإرشاد التطبيقي، نلاقي كتير من البانلز أو الجداريات أو اللوحات نلاقيها بتصور الهولي فاميلي، العيلة المقدسة. مين؟ عمك أخناتون، وراه نفرتيتي، وراهم البنات، وهم يا إما بيتعبدوا وبيقدموا تقديمات، يا إما في جلسة عائلية، لكن الدومينيشن السيادة والهيمنة للإله مين؟ أتون. يعني لازم، يعني حتى في جلساتهم العائلية تلاقي أتون قرص الشمس بإشاعته، سان ديسك with rays ending with a hands, a human hands catching or clutching an ink sign towards the nostrils of the holy family. يعني اللي انت بتقوليه ده، يعني هتلاقي دايما في المشاهد قرص الشمس ending with rays، ينتهي بإشاعة، ending with a human hands، تنتهي بأيادي بشرية، clutching with the ink signs، تمسك وقابضة بعلامات العنخت towards the nostrils of the holy family، بتتوجه ناحية فتحات أنف العائلة المقدسة دي اللي هي إيه؟ الهولي فاميلي اللي هي أخناتون ونفرتيتي وبناتهم. يبقى هو صور حية لأتون، يعني اللي هيتعبد لأتون يتعبد من خلالي أنا وأسرتي. وفي تمثال مشهور قوي عشان أقول لكم إن هو أخناتون ده كان يعني ليه فكر ديني رهيب. ليه تمثال في المتحف المصري؟ والتمثال ده يا ولاد كان يعني الوقت، يعني الناس كانوا مفكرينه يعني مش لأخناتون. لأنه without any distinctive sexual organ، without any distinctive sexual organ، يعني بدون أي عضو جنسي مميز، يعني لا هو ميل أو فيميل. هتلاقوها، هتاخدوها، موجود في الإرشاد التطبيقي السنة دي وفي الكتاب. And it was thought to be that he is equivalent to the primeval form of or primeval image of the primitive god. ويبدو إن هنا أخناتون كان معدي بقى الحتة، بقى يعني معدي الحدود. إيه الحدود؟ طب إحنا عارفين إن أي ملك is equivalent to the gods أو in the image of the god، مساوي للإله أو صورة للإله على الأرض. هنا أخناتون عمل عدى بقى، عدى الفكر، عدى الحد. إيه بقى؟ he is thought to be that he was
the primitive image of the primeval god، ان هو يكون الصوره الاولى للاله الازلي. طب ال primitive image of the god، الصوره الازليه للاله، لا هي ميل ولا هي فيميل. يبقى انا هنا حطيت نفسي في ايه بقى؟ في وضع ايه؟ وضع اله ازلي. شوف اخناتون فكر رهيب، حتى لما جه عمل الفن بتاعه عمله مختلف تماما تماما عن الشكل التقليدي. تقول ايه؟ تلاقي الرسمة قلقسة والعيون مدعمسة وحاجة كده غريبة جدا. طبعا يعني ده هتاخده في الارشاد الطبي، ولكن هذه الملامح مرتبطة بالعقيدة اللي ايه عملها. يبقى انا هنا عندي ايه بقى؟ كله بيخدم على بعض، كله ايه؟ بيخدم على بعض. يعني فن يخدم على عقيدة، لغة تخدم على عقيدة، اثر يخدم على عقيدة. يبقى الهدف في ايه في الاخر؟ الايه؟ العقيدة. طيب توت عنخ ايمن، وبعدين هنا عندي حقا يون شمع. شمع، بصوا هنا الكتابة مش مظبوطة، عشان طبعا البرنامج هنا مش موجود على الجهاز بتاع الشغل، بس بفكروني اعملها على البورد يوم الحد. توتان كامن، توت يعني صورة، توت يعني صورة، صورة يعني توت، مش زمارة، لا توت يعني صورة، عشان بس الناس ايه يقول لك توت يعني زمارة، لا هو مش بزمارة ولا حاجة. خلي بالكم ان توت كان اسمه توت عنخ ايتن، وهتاخدوه في الترم الجاي في الارشاد التطبيقي، ان الواد توت عنخ ايتن ده وهو ابن اخناتون من زوجة ثانوية اسمها كيا. هتقولي العربية؟ لا، هي امه كده كانت زوجة ثانوية. توت عنخ ايتن كان اسمه توت عنخ ايتن، وبعد لما اتنقل طيبة تاني بقى اسمه توت عنخ ايمن، الصورة الحية لامون. يبقى هو في الاول كان ايه؟ توت عنخ ايتن. انا عندي فيرنري فيرنيتشرز لتوت عنخ ايتن او توت عنخ امن مكتوب عليه ايتن، يعني معنى كده ان الاساس الجنائزي بتاع الملك توت عنخ امون اتعمل جوه منطقة تل العمرنة في المنيا، وهو كان يعتلي العرش باسمه اللي هو توت عنخ ايتن، ولما نقل تاني بقى توت عنخ امون. وده اللي يثبت لك ها ان هنا الدور الديني للكهنة كان دور كبير جدا. ليه؟ لان توت عنخ ايتن بعد ما ابوه اتوفى جه واحد اسمه سمنخ قرع. سمنخ قرع ده كان اخو اخناتون، قعد حوالي سنة، يعني التاريخ ما بيذكروش او يعني كتير من بيدرسوا تاريخ ما بيذكرش سمنخ قرع ده، بس الراجل ده لعب دور مهم جدا. هو لعب دور هو والملكة تي ام الملك اخناتون في تهدئة الاوضاع على اخناتون لما نقل العاصمة من طيبة للمنيا، وقال لك بلا امون بلا نيلة بلا كل الالهة، هو نرجع لاصل العبادة ايه؟ قال لك ده انت يا امون كنت لازق نفسك في رع، اسمك امون رع، صح؟ صح. قال لك طيب انا هرجع للصورة الازلية بقى، الصورة الاولانية. ايه الاولانية؟ ما هو ايتن ده يعني المعنى الحرفي لقرص الشمس. قال لك انا ارجع للاصل، انا ليه اخد صور والزق نفسي في امون ولا الكلام ده؟ لان واضح ان اخناتون شعر بالسلطه اللي خدها الكهنه، وقال لك اه طب تعالوا اقعدوا مكاني بقى، انت تيجي تقعد مكاني بقى وانا مش لازم احكم بقى، مش لازم اقول انا، اتفضل حضرتك اقعد مكاني قول انت. فقال لهم والله ما انا قاعد لكم في طيبه.
وهروح ايه تل العمل. طبعا سمين القرع حكم سنة، جه بعديه توت عنخ امون اللي هو ابن اخناتون من زوجة ثانوية. طيب الواد كان صغير، الواد ايه كان صغير ومتجوز اخته عنخ اس ان بايتن او ان بايمن بعد ما تغير اسمها، دي بنت من بنات اخناتون. قالت له حبيبي انا لازم اتجوزك، انا اختك اه، بس كانوا بيتجوزوا ان يبقى الاخت الغير شقيقة، الاخت الغير شقيقة. طبعا عنخ اس ان بايمن هي بنت الملك اخناتون وبنت الملكة نفرتيتي. توت عنخ امون ابن اخناتون من زوجة ثانوية، فاتجوزته عشان يكتمل ايه الصفة الملكية او الشكل الملكي الالهي اللي يليق انه يقعد على العرش. طيب وبعدين قعد حوالي 3 سنين في تل العمرنة، عشان كده بنشوف في الاثار بتاعته مش الاسم توت عنخ امون، توت عنخ ايتن، وهتلاقوا اثار كتير جدا. طيب بعد كده كان في الوقت ده جدته الملكة تي عايشة، هي عملت تهدئة اوضاع جامد جدا جدا. وكان في الوقت ده متزامن مع وجوده كان الكاهن الكبير اي. واحد يقول لي ده بقى الملك، قلت له اه طبعا بقى الملك بس بعد موت مين؟ توت عنخ امون. فقالت له بقى ايه يلا نرجع الواد لمين؟ لطيبة مرة تانية. رجع توت عنخ امون طيبة، وبدأ هنا الاساس الجنائزي يتعمل وكل النصوص تتعمل على انه ايه؟ انه توت عنخ امون. طب ليه غير هو الاسم؟ قال له بص يا حبيبي طبعا الواد كان لسه صغير، كان لسه في تل العمرنة العاصمة القديمة بتاعت ابوه. قال له انا يعني انا طلعت وقالوا لي سموني كده توت عنخ ايتن. طيب يا حبيبي انت رجعت طيبة، ما فيش ايتن هنا، في امون. قال لهم خلاص ايتن امون الاتنين اخوات، حطوا لي توت عنخ امون. فبقى توت عنخ امون. وبقى عندك في الاساس الجنائزي بتاع توت عنخ امون هتلاقي الاتنين توت عنخ ايتن وتوت عنخ ايه ايمن. توت عنخ ايمن يعني صورة الحية لامون، the living image of توت ايه of امن. طيب ايه دي حكا يعني يحكم او حاكم حكا. وبعد كده ايون شمع، ايه ايون شمع؟ حكا of ruler of southern heliopolis. southern heliopolis عارفين ايه ايون شمع؟ اللي هي طيبة. بصوا بقى الخبسة، شفتوا الخبسة؟ يعني حاكم هليوبلس الجنوبية او منف الجنوبية. انا عندي كهنة امون بعد ما اخناتون نقل العاصمة، حاسوا ان هم اخدوا قلم سخن اللي هم خليها لكم، انا هروح اعمل عاصمة تانية. والناس جريت ورا ايه؟ عمك مين؟ اخناتون الملك. بقى لما رجع توت عنخ امون عايز هنا يأكدوا ان طيبة في الصدارة وما زالت في الصدارة، فالحق اسمه لان نقل تاني للعاصمة ورجعني تاني للعاصمة لطيبة كان في عهد توت عنخ امون، فاتسمى ان هو حاكم. حاكم اللي بيحكم، بيحكم ايه؟ ساذرن هليوبلس اللي هي ايه؟ هليوبلس الجنوبية اللي هي مقصود بها منف الجنوبية. امال فين منف الشمال اللي هي القديمة؟ يعني عايز يقول ان طيبة دي بنفس عظمة وقدم وقوة العاصمة الاولية والازلية مين؟ منف. شفتوا اللعب بالمعاني؟ شفتوا؟ لانه ليه تحت الاسم معاني سياسية. عشان كده ما نستغربش يا جماعة
ان احنا بنقف كتير قدام الاسم، الاسم ده حدوته، يعني الاسم عايزه اثبت لك بس ان الاسم هنا يحمل من الكثير من المعاني والدلالات السياسيه. انا بدي باخد الاسم ده ومش بسكت، لا انا هنا بدي الاسم وبايه، وبدي معنى سياسي للكيان اللي انا بحكمه. تمام. رامسو اللي هو مين؟ رمسيس. رامسو، رامسو يعني اللي خلقه را او اللي شكله را. رامسو the one who را created. طبعا هنا رمسيس كاسم، طبعا احنا عندنا رمسيس الاول والتاني والتالت وكتير من اسامي رمسيس. هنا بمعنى ان الاله رع انجبه او الذي خلقه الذي شكله، يعني يبقى هنا بمعنى ايه بقى؟ ان هو يعني ابن رامسو، يعني ابن رع، ده المعنى الخفي. The one who Ra created يعني ابن الايه؟ ابن Ra. بالظبط زي ايه؟ يحمس وجحوتي مس، مولود Ra مولود جحوتي مولود الامر، نفس الفكرة. دي بعض المعاني المهمة اللي خاصة بأسامي الملوك كخراطيش، مهمة جدا جدا يعني ان احنا نذاكرها ونعرف معناها. عندنا بقى حاجة مختلفة شوية. Some episodes compounded with the names of gods. طبعا كتير من الملوك احنا قلنا خدوا صفات، دي بعض الصفات اللي ارتبطت باسامي الالهة وعلاقتهم بالالهة. طب ده اسم، ده مش اسم، ده يعتبر صفة. هنا يعتبر ايه؟ صفة مش اسم. اللي احنا هنقوله ده اسمه ابيتتس، ابيتتس يعني صفات، واحنا جايبين الصفات اللي انتشرت في عصر الدولة الحديثة. يعني الصفات اللي جايه لك دي انتشرت في عصر الاسره 18 و19 و20، لان الاسر دي كانت طالعه طبعا من عصر انتقال كبير، وهو التخلص من الهكسوس وفتره احتلال كبيره جدا، فبالتالي كان يهمهم دايما التأكيد على الصفة الإلهية والدور الإلهي في الحكم اللي هم بيقوموا بيه، عشان دي بتبقى رسالة للشعب اني انا مش جاي كده وخلاص، لا ده انا جاي برسالة إلهية بتوكيل إلهي بمنحة إلهية وهكذا. يبقى اللي احنا جاي دوت ما يعتبرش اسم، ده ايه؟ ابيتتس. ابيتتس يعني صفات، زي بالظبط اللي احنا قلناها نيتر نيفر نبطاوي الحاجات دي. لكن الفرق ان نيتر نيفر ونبطاوي والكلام ده كله ده هنلاقيه على مر العصور، لكن في بعض الصفات دي انتشرت وشاعت خاصة مع ملوك الدولة الحديثة اللي هي 18 19 20. إيرن رع المصنوع من خلال رع، ميد باي رع. ميد باي رع يعني هو اللي خلقه، هو اللي شكله. دي صفة؟ اه صفة. يعني انا اللي شكلني، اللي عملني رع، يعني عملني مخصوص. طيب بصوا دي بقى ستيب ان رع، خلي بالكوا الصفة دي بياخدها رمسيس الثاني من الحاجات اللي ستيبن رادي، هتلاقوها كتير جدا على تماثيل رمسيس الثاني. المختار من رع،
ذا تشويس اوف را، يعني هو اللي اختارني ابقى ملك مش انا الحقيقه، ده تكليف الهي. اعترض بقى على المشيئه الالهيه حبيبي. اديكم مثال على الموضوع ده. لما جت حكمت حتشبسوت يا شباب وقالوا لها طب يا ست الكل ده انت ست ودي يعني ممكن الشعب ما يتقبلكيش، وبعدين الواد تحتمس دوت يعني هنعمل فيه ايه؟ فحتشبسوت قالت لهم ايه بقى؟ لهم نعم نعم يا اخويا انت وهو في ايه؟ يعني انا اجيب حتة العيل ابن الزوجة الثانوية يبقى ملك على العرش وانا ايه انا اقعد اهويله بقى واغير له البامبرز بتاعه ولا ايه بالظبط؟ مش هينفع طبعا. في الوقت ده كان موجود سن الموت، والراجل ده كان يعني له علاقة قريبة من حتشبسوت، فقال لها أؤمري يا حاجة أؤمري. قالت له أنا عايزة أبقى الملكة. لا طب تحت أمرك. إحنا بصي بقى لو إحنا ممكن نجيبك ونحطك ونقول للشعب هو كده واللي يفتح بقه وياخد بالبتاع، لكن إحنا مش هنعمل كده. قالت له طب هتعمل إيه يا اسمك إيه أنت يا سن الموت؟ لا بصي إحنا نقول إن أنت بنت أمون. وراح عمل لها معبد كبير اسمه معبد الدير البحري، هتاخدوه مع دكتوره هناء في ماده الاثار. لا بصي احنا نعمل معبد كبير بقى ونقول ان انت بنت امون، يعني امون واخدين بالكم هو اللي خلفك، هو زوج امك واخدين بالكم، وهو ايه اللي شكلك، فمحدش هيقدر يفتح بقه، ونعمل مناظر الولادة الإلهية جوه المعبد. قالت له الله ينور عليك يا حاج سن الموت، يلا اتكل على الله. فتم تصوير الولادة الإلهية الديفاين بيرس على إن أمون تجسد بهيئة الملك أبو حتشبسوت، ودخل على أمها اتجوزها حملت خلفت هو اللي شك، ويظهر مشهد انه بيشكلها كمان وماسكها هي والقا يعني. طيب مين هيعترض يا حبايبي؟ مين حد هيعترض على بنت الاله؟ زي مثلا حضرتك شغال في شركه ويجي عيل كده تافه ويدخل مكتبك وانت مثلا تكون في الحمام ولا بتجيب حاجه من بره، تيجي تلاقي الواد قاعدك على كرسيك، قوم يا حبيبي يقول لك لا، قوم يا بابا يقول لك لا، فتيجي تمد ايدك وتجيبه من قفاه عشان تقومه، يجي حد من بره يقول لك بس اصبر بس ده ابن المدير، ده ابن صاحب الشركه. حضرتك هتعمل ايه ساعتها؟ هتقول له حبيبي ايه؟ أؤمر وتفضل تمرجحه بالكرسي، صح؟ ليه؟ لأن ابن مين؟ ابن المدير، ابن رئيسك في العمل، فبالتالي مش هتمد ايدك عليه، ولا منك هتبقى مخنوق وعايز تديله بوكسين في مناخيره، لكن مش هتقدر ايه تعمل ده. ليه؟ لأنه هو ابن اللي بيأكلك عيش. طيب فبالتالي كان من ضمن الحاجات اللي فيها عشان اسكت الشعب وما يرحلوش يهيج ان انا ابن الاله. اعترضوا. مين اللي عمل كده؟ امنحتب الثالث معبد الاقصر، حتشبسوت معبد الدير البحري. طيب من ضمن الحاجات اللي انا برضو أأكد عليها علشان أني أنا أخلي الشعب بتاعي يديني برضو صفة ويهبني أكتر، أنت كده كده أنت مش هتفتح بقك أساسا، لكن أنا برضو عايز يعني أقول أن أنا يعني مش جاي كده يعني غصب عنكم، فأقول إيه بقى؟ استبن را،
ستيب ان. ستيب ان يعني المختار، مختار اي بقى، حط اي اله هنا، ستيبن راع، ستيبن ايمن، مختار من امون، المختار من راع، اي اله انت اله للدولة في الوقت ده او له صفة مهمة كان يتحط اسمه. ستيب ان راع هنا ذا تشويس اوف راع، المختار من راع، يعني هو اللي ايه اختارني وجابني وحطني. تمام، انا ما كنتش عايز الحقيقة، هو اللي عايزني. مرين رع المحبوب بواسطة رع، بلفظ بيرع، أنا رع بيحبني، الإله بيحبني، أنا المحبوب. زي كده ما حضرتك في الشركة أو في شغلك وتلاقي موظف كده أنت مش طايقه، بس المدير وصاحب الشركة عامله الكل في الكل، وطبعا انت مش طايق الشخص ده، لكن هو محبوب وهو محطوط فوق راس الكل، فبالتالي انت ما تقدرش تعمل حاجة. ليه؟ لانه هيروح يفتن يقول لك ده كشر في وش النهاردة، ده سلم عليا من غير نفس، ده بصلي كده من طرف عينه، انت ما تقدرش تعمل كده. ليه؟ لان يقولك يا عم ده واصل عند المدير، تقدرش اضحك في خلقته، اضحك بصله كويس. فبالتالي هنا صفة المحبوب بواسطة الاله كانت من الصفات اللي برضو انتشرت جدا في الدولة الحديثة مع الملوك. طيب بلافد بيرع، ممكن احط مري ان اي اسم اله، هنا انا حطينا لان اكتر اله كان متواجد كصفة يعني كرمز الهي كان رع. ليه؟ لان هو يعتبر من الاصول القديمة لكل الالهة، وكل الالهة التصب او صور لرع او التصقت برع، وهو الاله الاول اله ارتبط في اذهان المصريين كان رع. تمام، فبالتالي انا لما اقول ان انا محبوب من رع اللي هو الصوره الاولانيه لكل الالهه والصوره اللي بيعتمد عليها كل الالهه، وهو كل الالهه، هو اب الالهه، هو الاله رع اب كل المعبودات، فبالتالي انا جاي من فوق قوي قوي. يعني يقول لك المدير رئيس القسم، لا ده العلاوي بقى اعلى اكتر، انا جاي من فوق فوق قوي. خاميرا، خاميرا المشرق ببهاء زيرا. من الحاجات برضو اني انا مختار من الاله، انا محبوب من الاله، انا كمان اشرق بمجد. خا هنا الاشراق بالمجد، خا يعني ال 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 الظهور. ميرا، خاميرا، خاميرا يعني الظهور بالمجد كرع. انا يعني كده لما اطل عليكم كشعب، فانا كده بطل بالبهاء والمجد اللي انا واخده من مين؟ من رع، انا محبوبه، من اللي هو مختارني، من اللي هو انجبني، فبالتالي ايه انا مساوي لي. مين يعني هنا زيه بالظبط، زي ما حضرتك كده تبقى مش طايق الواد صاحبك في الشغل بس ما تقدرش تكشر في خلقته. ليه؟ لان هو قريب من المدير، ابن المدير، مختاره المدير، فبالتالي ما تقدرش تكشر في خلقته. يعني لازم تبص له كده وانت بتضحك وانت مبتسم وانت مبتهج. ليه؟ لان هو زيه وزي المدير بس، فبالتالي ايه لو عملت اي رياكشن معاه كانك بتعمله مع مين؟ صاحب الشغل بالظبط، فبالتالي هيبتدي ايه يبقى في حاجه مش لطيفه. فهنا الملك عشان يقول للشعب بتاعه انا بالظبط زي الاله كان يقولها ازاي، ان انا المشرق بالمجد او الظاهر بالمجد، appearing in glory like Ra. نجتي Ra،
نجتي رع. طبعا احنا قلنا بنكتب اسامي الالهه في الاول، نجتي رع بروتكتد باي رع، انا المحمي، يعني انت ما تقدرش تيجي ناحيتي. ليه؟ نجتي انا محمي. من مين يا حبيبي محمي؟ يقول لك باي رع، انا حمايه، نجتي. كان في نص تيالي احنا خدناه السنه اللي فاتت، لما تحتمس كان امون اللي بيتكلم بقى، يعني نص كده امون بيقول له تحتمس الثالث في الترم الثاني اعتقد انا اديته لكم، يقول له انت المحمي، انت الحمايه بتاعتي. مين اللي حامي مين؟ امون اللي حامي تحتمس الثالث. انت انا اللي بحميك، انا اللي بحميك، وانت يعني يا ملك انت كمان بتقدم لي الايه بقى، السند، لو حد جه اتكلم عني انت المنتقم ليا، يبقى انا بديك صفة الحماية، ولو حد جه ناحية الاله انت كدورك ان انت المنتقم او المقاتل للاله. هنا الملك يقول انا نجتي رع، بروتكتد باي رع، انا محمي بواسطة الاله، انا خط احمر، يبقى انا ايه اختياره؟ انا نقول تاني كده ببعض الصفات، خلي بالكم، انا المحبوب، انا الاختيار، انا اللي مخلوق بواسطته، انا اللي بظهر زيه، انا المحمي منه. بصوا بقى يلا، انا صورته، انا الصورة بتاعته، تيت را، تيت را يعني image of را. الله، طب ما ده مش امون اسمه ده توت عنخ امون خده، قال لك الصورة الحية الامون. ما انا قلت لك تيت دي يعني image، صورة. حط امون شيله، حط را شيله، حط ازير شيله، حط ايتن شيله، حط اي اله، انا صورة. الملك هو صورة، صورة لمين؟ لاي اله. طب انا اختيار الالهه هنا بيبقى يعني جاي بناء على ايه؟ جاي بناء على اعتبارات كتير. دور الكهنه والمؤسسه الدينيه يا جماعه في السياسه المصريه القديمه هي اللي كانت بتطلع يبقى في اله في الوقت ده دوره، وتلاقيه اختفى. اختفى مش بمعنى اختفى خالص، لا، يعني اللي هو ما بقاش هو موجود، لكن يعني مش عليه العين قوي. يعني هديكم مثال، في نارمر باليت كان الملك نارمر بيعمل اليونيفيكيشن، بيعمل توحيد. مين اللي كان سبونسر؟ مين اللي كان يعني معاه في الموضوع؟ مين اللي كان قدامه؟ كان مين؟ الإله حورس، صح؟ طيب، حتى بدليل انه كان واقف على رمز أرض الدلتا وماسك أرض الدلتا، خارج منها رأس عدو وهو ماسكها بنخيره. طيب، في الأسرة الحداشر بعد عصر الانتقال الأول ظهر مين بقى؟ التوحيد هنا جه عن طريق مين؟ مونتو، جاي من أرمنت. الإله مونتو ما جاش هنا حورس بقى، جه أنا حطيت المقدمة بتاعتي إن أنا هوحد عن طريق راية مين؟ مونتو. في الدولة الحديثة توحيد مصر جه عن طريق مين؟ امون، برافو. يبقى انا هنا نلاقي ان في راعي رسمي لكل مرحله. مش معنى كده اني بلغي الالهه القديمه، لا، موجوده ولكن مش بصوره قويه. طبعا في كل منطقه كان فيها معابدها، وانا عندي الهه، حاجه اسمها الهه شعبيه،
يعني ايه آلهة شعبية؟ يعني بتظهر في وقت محدد في منطقة محددة وتلاقيها بعد كده اختفت. يعني ممكن تلاقيها في منطقة وبقيت مصر مش موجودة. ممكن الاقي الإله ده موجود مثلا عند الحدود الشرقية او الحدود الغربية وملاقوش في باقي الحتت. ممكن الاقي الإله ده ظهر في حتت معينة في مصر لفترة قصيرة جدا واختفى بعد كده، ما يظهرش تاني. طب ايه؟ طب معنى كده ايه؟ معنى كده دي اسمها عبادات اقليمية او آلهة محلية. هقول لك شبه ايه بس طبعا مع الفرق الكبير. يعني زي مثلا لما نيجي نقول ان من اشهر المساجد اللي في مصر في القاهرة الناس مثلا في صلوات العيد بيروحوا لها، يقول لك مثلا جامع عمرو بن العاص او الازهر. لكن تلاقي مثلا في طنطا تلاقي السيد البدوي، الناس يعني تروح له مخصوص. تروح يعني مساجد زي السيدة النفيسة مثلا، حاجات لها علاقة بالشكل الشعبي شوية، الشكل المرتبط بالطبقات الشعبية. الطبقات الشعبية يعني الطبقات مش اللي هي اللو خالص، لا الناس العادية. انتوا فاهمين ازاي؟ فهي الفكرة في كده، ان اسم الاله ده كان من خلال الاتفاق في المؤسسة الدينية. عشان كده المؤسسة الدينية في القصر الملكي ما كانتش حاجة كده اهو، لا ده دي بحسابات بنظام. يعني اطلع اله، انزل اله، اله يتواجد، اله ما يتواجدش، اله يتعمل له. لان طبعا واحد يقول لي طب يعني عليه بايه ده كله؟ عليه بايه؟ لان حضرتك كان بيحصل اوقاف على المعابد دي، عطايا من الشعب على المعابد دي الاكثر شهرة. يعني زي حضرتك كده لما تروح مثلا تعمل فرحك او تكتب الكتاب، يقول لك انا هكتب الكتاب مثلا في مسجد المشير، اكتر الجنسات الكبار بتطلع من مسجد المشير. تيجي مثلا عندنا تروح تقول لك انا هعمل فرحي في الكاتدرائية المرقسية، هعملها في الكاتدرائية في العاصمة الإدارية. يعني اللي هو الواو، فكرة الواو دي. فالفكرة دي كان بيحددها مين؟ المؤسسة الدينية المرتبطة بالقصر الملكي، تيترا ايميج اوف را. طيب ممكن را ونلاقي برضو امون، لانه بصفته انه كان موجود في عصر الدولة الحديثة. شوفوا انا شلت را هنا اهي، حطيت امون، تيت ايمن، ايميج اوف امون، صورة امون. سهلة جدا، شيل اسم الإله حط اسم الإله، سهلة دي. كلها صفات. غنمة إيمن، غنمة إيمن مين اللي خدها؟ حتشبسوت من أشهر الناس اللي خدت غنمة إيمن، يعني يونايتد ويز أمون، المتحد بأمون. يعني إحنا الاتنين اتحدنا مع بعض، معنى إن أنا متحد بالإله، يعني أنا مساوي لي، أو إن أنا واخد السلطان الإلهي أحكم بيه. فاهمين الفكرة؟ عشان بس نبقى فاهمين ان الصفات دي لها مدلول سياسي، مدلول ديني ببعد سياسي. عشان بس انتوا يمكن كنتوا بتاخدوها في التاريخ في الديانة، لما اللغة بقى ترجمتها اكتر، عرفتك اكتر، قالت لك التأكيد ان اللي انت اخدته في التاريخ وفي الديانة موجوده مترجم بالفعل من خلال ألقاب أو صفات بياخدها الملك مرتبطة بيه. احنا طبعا هنا بأكد ان احنا الصفات دي جايبينها فقط، انا جايباها بس في عصر الدولة الحديثة. لكن انا لو عايزة بقى اجيب الصفات اللي هي بتاعت الدولة القديمة اللي ارتبطت بالملوك والدولة موال. طيب احنا قلنا هنا مريء ايه؟ مريء رع، محبوب رع. هنا شايفين
مري ان را. انا ممكن اشيل مري ان را واحط مري ان ايه، ان ايمن، بلافد باي امون او لافد باي امون، محبوب امون او اللي بيتحب من خلال امون. شيل اسم وحط اسم، هي نفس المعنى. ميرر ايمن كونتينوسلي لافد باي امون. ميرر هنا بمعنى الاستمرارية، الحب باستمرار، وهنا اكتفى برمز امون. التاج الريشي المميز لامون، وميرر هنا الحب باستمرار، يعني امون مش هيخلص حبه لي، انا محبوب على طول على طول، يعني اللي هو خلاص، يعني ما فيهاش شك. الميرر هنا يعني ما فيش شك من الحب، زي كده ما تيجي تقول لك بتحبني، اه بحبك يا ست الكل، بتحبي، بحبك يا ست الكل، بتحب، اللي هو خلاص بقى، يعني في استمرارية في الحب. فنقول ايه؟ ميرر، عشان بس انه بقى منفرقين كلمة ميري، ميري اللي هو الحب بقى، لكن ميرر هنا الحب باستمرار. واحد يقول لي الله، طب ما احنا خدنا امبارح في النص مر انغن، هنا الحب من الداخل بالاحشاء. ايوه، لا هنا بصوا التعبير موازي لي، نفس الفكره. ميرر هنا في استمراريه لا نهائيه بين الحب. مر هنا انا بطلب من شخص بقى، انا مش بطلب من اله، لان الاله ادام بيحب يبقى هو هنا الحب المطلق، يعني زي ما نقول كده ان ربنا ما بيكرهش حد، وان الله محبه. ميرر طيب، لكن البشر ها ممكن اقول لك انا بحبك او انا بحبك وابقى قرفان منك واقول يا ربي غور في 60 داهيه بقى، ولا تغوري في 60 داهيه وانت كده تتدلعي على جوزك، ولا انت تتدلع على مراتك تقول لك بتحبيني مش عارفه ايه، اه بحب، اه طب ماشي اوكي، وانا من جوه ايه اكني ليك، اقول يا رب كده يعني امتى يخفيك ربنا، او امتى ربنا يخفيكي لو انا راجل. لكن يقول لك في النص امبارح اللي خدناه قلنا ايه، مري امغن، هو بيقول انا عارف انت، يعني الشباب اه انت ممكن تقول لمراتك انا بحبك، لكن انت ما بيبقاش ده حقيقي، لكن حبها من داخلك، تمام. يبقى المرر هنا الحب المطلق باستمرار، لان يخص الالهه الحب المطلق. مر امغن اللي وجهها بتاع حطب للابن هنا، ان يبقى براق زي جواك، براق يعني ما تقول انا بحبك، يبقى نفس الشيء ده، يبقى من الداخل كمان. برضو استبن ايمن، احنا خدناها استبن را، اختيار را، اختيار مين؟ امون، نفس الفكرة. في صفات تانية التصقت برضو بآلهة تانية، مش لازم امون ورا. طبعا اشهر آلهة كان في عصر الدولة الحديثة أمون ورع، والتصق أمون مع رع، إيمن رع. نيجي نلاقي بص بقى بعض الصفات اتخذت آلهة تانية خالص، زي سائتم، سائتم ابن أتوم. الله، أتوم ده مين بقى؟ عارفين بتاعة الديانة السنة اللي فاتت ترم أول؟ أتوم ده الإله الخالق، ده نمبر وان، أتوم ده نمبر وان. يبقى أنا ده الإله رقم واحد في قائمة الآلهة اللي خلق، الإله أتوم ده. تم بمعنى إيه تم؟ تم يعني أكمل، اكتمل الخلق، أو الكرياتور، أو ذا فينيشر. تم يعني ذا فينيشر، الناهي، اللي أنهى. أنهى إيه؟ الخلق، هو اللي خلق. يبقى لما أقول أنا سائتم سون أوف أتوم، أنا ابن الإله الخالق، دي صفة من صفات الايه؟ الملوك. يقول لك شيسب بن ايتم، شيسب هنا بتيجي معنا صورة زي تيت، ها شيسب بن، شيسب ان ايتم الصورة بتاعت اتوم، انا صورة بتاعت اتوم، انا صورة الاله الخالق. ده صفة برضو بياخدها بعض ملوك الدولة الحديثة. بحتي ميمونتو، بحتي هنا القوي، قوي زي مين؟ بحتي ميمونتو،
القوي زي مونتو. يعني مونتو هنا كان رب مقاتل ظهر طبعا، وطبعا تم توحيد مصر تحت رايته في عصر أسرة 11، وهو إله محارب. أنا القوي زي الإله مونتو، هنا صفة من الصفات الملكية، أنا القوي، أنا المحارب، أنا المقاتل، وهكذا. ميريني تيرو، ميريني تيرو هنا ميري نيتيرو، انا محبوب كل الالهه، loved by the gods، اللي بيتحب من خلال كل الالهه، كل الالهه حبايبي انا، ما فيش، مش هخص بقى اله واحد، لا ده انا كله حبايبي، كلهم بيحبوني. تمام، يعني انا كده انا عايزه اقف لحد هنا عشان احنا خدنا جزء كبير جدا النهارده، وارجو ان يكون اتفهم. عايزاكم كده وانتوا بتسمعوا المحاضره لو في اي صعوبة نجهز كده بعض الاسئلة يوم الحد بعد المحاضرة، يعني نسيب كده 10 دقايق او ربع ساعة، يا اما في الاول يا اما في الاخر، عشان يبقى الجزء ده اكتمل وخلص. الصفحات اللي انتوا شايفينها دي من الصفحات بتاعة الكتاب، فلو سمحتوا اللي هيكتب بقى هنقول ايه، احنا خدنا في الاونلاين بعض نماذج من أسامي الملوك من خلال الخراطيش والصفات المرتبطة بالملوك، وخدنا بعض الصفات الملاصقة أيضا زي بنلاقيها كتير جدا على التماثيل، اللي هي دي عنخ، دي عنخجات، عنخ وجو سنب اللي قلت لكم شبه الدعوة اللي بيقولها فؤاد المهندس دي. كده احنا خلصنا، وارجو ان حضراتكم تكونوا استفدتوا من المحاضرة. يوم الحد اللي جاي هناخد نص من النصوص، يا رب يكون الكتاب نزل يا ريت، علشان نعرف نتواصل، وان شاء الله يعني يا ريت نذاكر اول باول علشان ما فيش حاجة تتراكم علينا. شكرا لحضراتكم، واتقابل معاكم ان شاء الله يوم الحد الساعة 8. هكرر تاني، هكون اسفة جدا ان انا مش هعرف ادخل حد بعد 8:15، وده علشان حفاظا على سياق المحاضرة، وعلشان ما يبقاش فيه دوشة، واللي بيجي متأخر يا جماعة انت مش هتستفاد حاجة، بل بالعكس انت هتعمل عبء على اللي حاضر من البداية وعايز يفهم، فسيبه يفهم عشان لو قدر هو يساعدك. اتمنى ان حضراتكم تحضروا، ولو سمحت ننزل بدري شوية عشان نوصل. شكرا.